مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا، حلقة كما هو المعتاد مهمة جدا. أخبارنا كتير قوي النهاردة سواء على الشق المحلي أو الشق العالمي، وكمان فيما يتعلق بآخر أخبار النادي الأول والنادي الأهلي والفريق الأول أكثر تحديدا، يعني وده شيء مهم جدا بالنسبة لنا خلال الفترة الحالية. خليني أقول لحضراتكم إن الجزء الثاني من حلقة النهاردة هيشرفنا وينورنا الأستاذ محمد باهي الناقد الرياضي بالأهرام، وهنتكلم في أمور عديدة جدا كالعادة. قبل ما نستفيد في الحديث نروح نشوف أهم وأبرز عناوين حلقة النهاردة، يلا بينا. الأهلي يشكر السفير المصري في غينيا الاستوائية. عبد الحفيظ وعدلي يطيران إلى غينيا. اختبار طب للشناوي في مران الأهلي، وربيعة يعود الأسبوع المقبل. الخطيب وأعضاء مجلس الأهلي يطمئنون على صحة طه اسماعيل. اتحاد الكرة يعلن ملعب السوبر خلال أيام. اتجاه لإلغاء الحكم الإضافي، والجبلية تبحث عن راعي لتحمل تكلفة الفيديو. والنني يقنع مدرب بيشكتاش ويخطف مركزه الأساسي مبكرا. طيب، من ضمن الاخبار المهمه في الحقيقه النهارده، اتحاد الكره اعلن ان هيكون في قرعه الدوري المصري الممتاز. امتى؟ يوم الخميس المقبل ان شاء الله. اخيرا هيعلنوا عن بطوله الدوري الممتاز والقرعه الخاصه بهذه البطوله اللي نتمناه، والاهم في الحقيقه ان انت تدينا مواعيد ثابته لهذه البطوله، ما بيبقاش فيه تاجيلات غير في اضيق الحدود. مش عايزين زي السنه اللي فاتت كده يقول لك ايه هتلعب المباراه دي يوم كذا او كذا، هتلعبها مع فريق فلان الفلاني او مع الفريق الاخر اسم تاني. يعني مش عايزين الحاجات دي باذن الله تتكرر، وعندنا تفاؤل كبير باللجنه الخماسيه اللي متواجده حاليا في الاتحاد المصري لكره القدم ان هم يعملوا جدول دوري محترم زي ما الناس كلها في العالم بتعمل جدول دوري بيبقى ثابت ومنظم بشكل كبير، لان تنظيم بطوله الدوري ده الاساس في نجاح البطوله والبطولات المحليه بشكل عام، لان ده بيبقى مهم وبيعود بالنفع بكل تاكيد على اللاعب المصري وعلى جودة المباريات، وبالتالي هتعود على كمان المنتخب المصري الأول اللي نتمنى أن هو يعود لسابق عهده خلال الفترة المقبلة أيا كان مين هو المدير الفني القادم. فإن شاء الله خلاص يوم الخميس زي ما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم كده هيكون في قرعة الدوري الممتاز، واعتقد ان هم هيعلنوا على قرارات عديده جدا سواء فيما يتعلق بمباراه السوبر، فيما يتعلق بمدير فني منتخب مصر اللي ممكن يكون قبل كده كمان قبل يوم الخميس. في ملفات عديده واسئله كثيره في الحقيقه محتاجين ليها اجابات خلال الفتره اللي جايه من المسؤولين في اتحاد الكوره اللي بيتاخروا شويه في انهاء امور كثيره في الحقيقه، لكن نتمنى لهم باذن الله كل التوفيق. فيما يتعلق بالنادي الاهلي، العد التنازلي بدأ لمباراة الأهلي، مباراة الذهاب مع فريق كانو سبورت، ذهاب دور 32 الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا. فريق كانو سبورت طبعا بطل غينيا الاستوائية، الاستعدادات ماشية بشكل مميز جدا على مدار الفترة اللي فاتت وعلى مدار اليوم كمان. النهارده في مران للنادي الأهلي في تمام الساعة 5 مساء، التدريبات طبعا زي ما حضراتكم عارفين من امبارح هي مغلقة تماما أمام كل الإعلاميين، فبالتالي بنحاول بقدر المستطاع نقول لكم كل ما هو جديد متعلق بفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، لكن الامور جيده، الامور مطمئنه بشكل كبير جدا، الاستعدادات بشكل قوي، الفريق جاهز جاهزيه تامه لانطلاق جديده مميزه تحت قياده مستر رينيه فايلر، اللي عندنا امال كبيره جدا جدا في نجاح هذا المدير الفني مع النادي الاهلي في معطيات اوليه كده للمدير الفني. بدون مبالغه بدون مبالغه، الراجل فعلا عنده شخصيه محترمه قويه جدا جدا، الشخصيه دي هتفرق مع اللعيبه باذن الله. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده مش شرط دايما ان تكون الفنيات عاليه، بالمناسبه الراجل الفنيات عنده عاليه وجيده الا اذا ما كانش النادي الاهلي يعني تعاقد معاه يعني، لكن هو الراجل فنياته عاليه شخصيته، وده الاهم، ده الاهم فعلا، الشخصيه قويه ومناسبه جدا لقياده فريق بحجم وعراقه النادي الاهلي. اللاعبين كلهم في الحقيقه عندهم اصرار كبير ان هم يقدروا يبتدوا بدايه قويه جديده
في بطوله دوري ابطال افريقيا. احنا عارفين ان كان في بدايه من خلال المباراتين يطلع بره وكسبنا 13-0 في مجموع الماتشين، الماتشين كانوا في مصر يعني. لكن المرحله الجايه هي الاهم، البدايه الجديده في بطوله دوري ابطال افريقيا هي اللي هتكون اصعب نسبيا بالنسبه للنادي الاهلي، لان انت كل ما بتروح لدور ابعد في البطوله كل ما الامور بتزداد صعوبه. لكن في كل الاحوال الامور ماشيه بشكل كويس والنادي الاهلي بيستعد بشكل مناسب جدا. ده من خلال ايه؟ من خلال لقطات فيديو كتيره جدا اتفرج عليها الجهاز الفني بالتحديد، وتم عرضها كمان على اللاعبين في قاعه المحاضرات الخاصه بالفريق هناك بمقر الفريق في التتش. و الامور كلها على ما يرام. بعض الاصابات الخفيفه جدا كده سواء فيما يتعلق بالشناوي، اصابه خفيفه في كتفه ان شاء الله يلحق المباراه، لو ما لحقش موجود شريف اكرامي، موجود علي لطفي، حراس كبار جدا وكلهم مميزين بشكل كبير ومعروف. في نفس الوقت فيما يتعلق بحسين السيد، حسين السيد عنده زي شد او اجهاد خفيف في العضله الضمه، هو كده كده مش مقيد افريقيا لكن برضه لاعب لازم نطمن عليه وان شاء الله يعود قريبا. رامي ربيعه الامور بالنسبه له في تحسن مستمر الفتره الجايه باذن الله، بالتحديد بعد عوده الفريق من غينيا هيبتدي يشارك في التدريبات تدريجيا، والاصابه مش كبيره، شد في العضله الخلفيه وموضوع باذن الله بسيط بالنسبه لرامي ربيعه. اذا النادي الاهلي شبه مكتمل في المباراه القادمه، حتى لو العناصر القليله دي هتغيب لكن انت بتمتلك 26 لاعب كلهم احسن من بعض في الحقيقه، فالكل باذن الله ان شاء الله يكون موفق ويقدر ان هو يساعد الفريق في المباراة المقبلة وتبقى بداية وأيضا نتيجة مهمة في مباراة الذهاب عشان تريح شوية في مباراة الإياب، يبقى الدنيا مطمئنة بنسبة كبيرة بإذن الله إن شاء الله. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل أهم أخبارنا اللي بتتعلق على النادي الأهلي سواء في الصحف أو المواقع. يلا بينا. أخبار الأهلي في الصحف نروح نشوف. الأخبار: الأهلي كامل الأوصاف قبل الرحلة الاستوائية، قنديل يتواصل مع السفير، وعبد الحفيظ ينفي عروض الاخطبوط، والمحترفون ينضمون الأربعاء. المساء: قبل السفر لغينيا إصابة الشناوي أربكت حسابات الأهلي، اختبار طبي للحارس وأشعة لحسين السيد وحظر إعلامي على الفريق. أخبار الرياضة: السويسري يظهر العين الحمراء مبكرا، أربع تحذيرات من بايلر تظهر شخصيته القوية. الأهرام: بايلر يفرض حظرا إعلاميا على لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة كانو، عبد الحفيظ جاهزون لبطل غينيا وليس لدينا مانع بتعديل موعد المباراة. الأخبار المسائي: الأهلي يمنع السوشيال ميديا، فايلر يعتمد على التراي ماتش استعدادا لبطل غينيا الاستوائية. أخبار الرياضة: غياب طويل للإصابات المتتالية، ربيعة في خطر كبير. في الشروق: الأهلي ينفي وصول أي عروض رسمية لمحمد الشناوي. الدستور: لجنة التخطيط ترحب ببقاء اللاعب، والسويسري يطلب زيادة عقوبات الخسارة، بايلر يتمسك بأزارو. الوطن: الأهلي يسعى لضم مهاجم الذهاب، وأفشا يكتسح سليمان وجمعة، بايلر يجهز أشرف لمركز الظهير الأيسر، احتفالية كبرى لتكريم أصحاب الإنجازات، والمجلس يمنع استخدام السوشيال ميديا. في المصر اليوم: الأهلي يؤجل ضم حسام حسن للانتقالات الشتوية، تعديل موعد لقاء كانو سبورت، بايلر يخشى الإرهاق من رحلة غينيا، والمجلس يخمد فتنة السوشيال ميديا. اليوم السابع: الأهلي يناقش اقتراحا بضم مدافع بيراميدز قبل إغلاق باب القيد، فرض حظر إعلامي على اللاعبين قبل مواجهة بطل غينيا، وقرارات مهمة لمجلس الإدارة.
في الحقيقه الاخبار متشابهه جدا، سواء النهارده امبارح او امبارح فيما يتعلق بالنادي الاهلي بالتحديد، لان مفيش ماتشات الفتره دي، فهتلاقي عناوين ممكن تكون سمعتها قبل كده وقريناها قبل كده، وكمان عشان التدريب كان مغلق فطبيعي الاخبار تبقى مكرره شويه، لكن احنا برضو هنضطر ان احنا نعلق بقدر المستطاع على هذه الاخبار ونبتدي بجريده الاخبار. الاهلي كامل الاوصاف قبل الرحله الاستوائيه، والاهلي ان شاء الله صفوفه مكتمله بشكل كبير وبنسبه كبيره، وان شاء الله يكون موفق في هذه الرحله. الاستاذ طارق قنديل طبعا عضو مجلس الاداره ورئيس البعثه بيتواصل مع السفير المصري هناك في غينيا الاستوائيه عشان يطمن على كل الترتيبات اللي بتترتب في استقبال بعثه الفريق ان شاء الله. وعبد الحفيظ بينفي عروض الاخطبوط اللي هو محمد الشناوي، يعني قلنا لحضراتكم مرارا وتكرارا ما فيش اي عروض رسميه وصلت لمحمد الشناوي، الكلام ده محسوم ومفروغ منه وخلاص، يعني مش محتاجين نعلق عليه اكتر من كده. والمحترفون ينضمون يوم الاربعاء ان شاء الله، هيروحوا مباشره على غينيا الاستوائيه عشان يستعدوا من خلال يومين للمباراه اللي هتكون يوم السبت في تمام الساعه 5 مساء، ان شاء الله يكون موفق فيها النادي الاهلي بشكل كبير ومميز باذن الله. نروح للمسا. قبل السفر لغينيا، إصابة الشناوي أربكت حسابات الأهلي. طبعا إصابة ما كناش نتمناها، لكن بإذن الله تكون خفيفة، وزي ما قلت لحضراتكم في البداية حتى لو لا قدر الله الشناوي ما لحقش المباراة، عندنا شريف إكرامي حارس بخبرات كبيرة جدا. طبعا شريف إكرامي مش محتاج ان احنا نتكلم عليه، كمان عندنا الحارس الثالث في الفريق علي لطفي، حارس ايضا مميز جدا، فبالتالي مفيش قلق ان شاء الله، لكن باذن الله يلحق الشناوي. النهارده في اختبار طبي ليه عشان نشوف الكدمه اللي في كتفه دي اخبارها هيكون ايه. بالمناسبه هي كانت عباره عن تدخل كده مع حسين السيد في التقسيمه القويه اللي كانت امبارح بعد المران، فبالتالي هي دي يعني ده السبب في الاصابه، ان شاء الله تكون خفيفه يا شناوي. اختبار طبي للحارس كمان فيه اشعه لحسين السيد، حسين السيد عنده زي اجهاد في العضله الضمه، امبارح برده خرج من التقسيمه دي وما قدرش ان هو يكمل، حظر اعلامي على الفريق وده هيستمر لحد المباراه ان شاء الله يوم السبت. وخلاص الفريق هيسافر امتى؟ هيسافر صباح الاربعاء، يعني بكره اخر مران للنادي الاهلي يعني في استاد مختار التتش، هيسافروا فجر يوم الاربعاء، يوصلوا هناك ممكن يبقى فيه تدريبه وممكن يبقى فيه ما فيش تدريبه، علشان احنا عارفين الاجهاد بتاع السفر وكده حوالي 11 12 ساعه، ففي الغالب الفريق هيستأنف تدريباته بعد تدريبات الغد يوم الخميس وبعد كده الجمعه، ويلعب ان شاء الله يوم السبت. الكواليس هتعرفوها ان شاء الله كلها من خلال تغطيه النادي الاهلي لهذه او قناه النادي الاهلي لهذه الرحله. نروح للاهرام. فايلر يفرض حظرا اعلاميا على لاعبي الاهلي استعدادا لمواجهه كانو، وده اتكلمنا فيه. عبد الحفيظ بيقول ان احنا جاهزين لبطل غينيا ان شاء الله باذن الله، النادي الاهلي جاهز اتم الجاهزيه لهذه المباراه، وما عندناش غير او ما عندناش مانع بتعديل موعد المباراه. المباراه كانت الساعه 3 العصر بقت الساعه 5 طبقا للتواصل اللي حدث ما بين مسؤولي كانو سبورت ومسؤولي النادي الاهلي، والنادي الاهلي ما منعش اطلاقا في تغيير ميعاد المباراه. نروح لاخبار الرياضه. الخبر ده مهم وعلقنا عليه قبل كده، بس هنضطر ان احنا نعلق عليه تاني لان ده دورنا في الحقيقه. غياب طويل للاصابات المتتاليه، ربيعه في خطر كبير. مفيش يا جماعه خطر ولا حاجه. طيب واحده واحده كده، ربيعه اصاباته كتير، مفيش اتنين يختلفوا على الموضوع ده، دي حقيقه، لكن في نفس الوقت الناس بتتكلم في الجزئيه دي لان تكرار الاصابات ده ممكن يؤدي لاعتزال اللاعب وكلام من ده. ممكن اللاعب يعتزل لو الإصابة في مكان واحد هي بتتكرر في نفس المكان ده كل مرة في نفس المكان، لكن الإصابة الأخيرة اللي هي اللي قبل دي قبل العضلة الخلفية لرامي ربيعة كانت قطع في عضلة الضبة وكانت التهابات في الحوض، وبسبب الإصابة دي غاب فترة كبيرة تقريبا سنة يعني عن الملاعب، ولما رجع شارك بشكل طبيعي جدا وكان متألق في المباريات. تمام، المرة دي الإصابة خفيفة في العضلة الخلفية. بالمناسبة ربيعة هينزل التدريبات على طول بعد ما الفريق يرجع، أو حتى بشكل تدريجي، مش هياخد فترة طويلة إن هو يغيب عن الملاعب يعني. وقلناها قبل كده برضو، النادي الأهلي لو شاف إن عنده لعيب عنده إصابة مزمنة مش هيتخلص منه، يعني مش هيقيده في القائمة المحلية والأفريقية يعني. فالموضوع مش بالشكل اللي الناس مصوراه شوية في الصحف. ربيعة بإذن الله يعود قريبا وإن شاء الله يتألق كالعادة مع النادي الأهلي. الشروق، الاهلي ينفي وصول اي عروض لمحمد الشناوي. عروض رسميه ما حصلش فعلا، ما فيش اي عروض رسميه جت لمحمد الشناوي، الكلام ده اتكلمنا فيه كتير وخلاص
الشناوي مكمل طبعا مع النادي الاهلي ولاعب وعنصر مهم جدا في صفوف الفريق. نروح للدستور. لجنه التخطيط ترحب ببقاء اللاعب اللي هو وليد ازارو يعني، والسويسري يطلب زياده عقوبات الخساره. ازارو قلنا كتير وانا اصريت ان انا اقول لحضراتكم الاخبار متشابهه جدا على مدار الفتره اللي فاتت في الصحف عن النادي الاهلي، والدليل اهو احنا اتكلمنا في موضوع ازارو قد ايه، وفي عز ما الناس كانت بتقول ان ازارو خلاص هيمشي، في ناس كتير جدا طلعت قالت ان ازارو موضوع ايام وهيمشي على النادي الاهلي والموضوع اتحسم وفي اتفاق ما بين الاهلي وازارو وكلام من ده. ازارو مكمل في التوقيت ده، احنا قلنا لحضراتكم ان ازارو مكمل وان عنصر الفريق وان هيتم تطويره في الجانب احراز الاهداف من قبل المدير الفني الجديد. كنا لسه ساعتها مش عارفين مين المدير الفني اللي جاي، فالراجل موجود اهو فايلر وهيقدر باذن الله ان هو يطور من وليد ازارو صاحب الامكانيات المميزه بالمناسبه. سوء توفيق وحظ سيء فده اللي اثر على وليد ازارو، فايلر يتمسك بيه والموضوع محسوم، ازارو مكمل مع النادي الاهلي. نروح للوطن. الاهلي يسعى لضم مهاجم الذئاب، قصدهم على طاهر محمد طاهر. ما فيش كلام ده خالص، كان في مفاوضات قبل كده من فتره كبيره والمفاوضات دي وقفت خالص، ما فيش تجدد لهذه المفاوضات واللاعب مش في الصوره دلوقتي في حسابات النادي الاهلي. قفشة يكتسح سليمان وجمعه. عايز اقول لحضراتكم بمناسبه الخبر ده، الخبر ده يعني صحيح بنسبه كبيره. قفشة بيتالق جدا في التدريبات من ساعه ما مستر فايلر جه، هو طبعا لعيب كويس ولعيب كبير واحنا عارفين امكانياته بشكل كويس جدا، لكن امبارح في التقسيمه عمل تقسيمه قويه جدا وفي اعجاب كبير جدا جدا من الجهاز الفني بامكانيات قفشة. المنافسه قويه في هذا المركز زي ما بيقولوا كده جريده الوطن، ان هو بيكتسح سليمان وجمعه. لا مش بيكتسح، مش درجه انه بيكتسح يعني، الثلاثه مستوى كبير جدا واللاعبين مميزين جدا، لكن قفشة ملفت للانظار نسبيا مع الاعتراف بالامكانيات الكبيره جدا جدا لوليد سليمان وصلاح جمعه. المركز ده هيبقى فيه منافسه قويه جدا، هنشوف مين اللي هيقدر يفوز في هذه المنافسه اللي بتبقى في الاخر في مصلحه فريق النادي الاهلي، وخصوصا ان انت عندك كل اللاعبين مميزين ففي منافسه في كل المراكز. اللي هيقدر يثبت نفسه هو اللي هيشارك اساسي، اللي هيستغل الفرصه ويمسك فيها كويس هو اللي هيكون متواجد في التشكيله الاساسيه باذن الله. ايا كان مين اللي هيكون متواجد احنا في ظهرهم كلهم ان شاء الله يفرحونا قريب. نكمل الخبر. فايلر يجهز اشرف، ايمن اشرف يعني مركز الظهير الايسر، تحسبا ان علي معلوم ممكن ما يكونش جاهز، عنده مباريات وديه مع المنتخب التونسي، هو طبعا ان شاء الله هيبقى جاهز لكن تحسبا لا قدر الله تعرضه لاصابات ولا حاجه، فبتجهز البديل الاحتياطي زي مثلا ايمن اشرف. عندك كمان محمود وحيد بيشارك في التدريبات بشكل كويس جدا بعد ما شفي تماما من الاصابه فاصبح متاح للجهاز الفني، فهي كلها امور يعني ايه بيتم التعامل معاها بشكل مميز في الحقيقه. احتفاليه كبرى لتكريم اصحاب الانجازات، والله مستنيينها الاحتفاليه دي بقى لنا كتير يعني. الاهلي ما احتفلش بالدوري لحد دلوقتي للاسف. هتقول لي اصل اللجنه اتغيرت وجي ناس ثانيه ومش عارف ايه، مفيش اي مبرر بصراحه. مفيش اي مبرر النادي الاهلي ما يحتفلش ببطوله الدوري، بقى لنا شهر ونص ولا شهرين واخدين الدوري. خلال الشهرين دول لا اتحاد الكره في توقيت اداره ثروت سويلم الميعاد للاحتفاليه، اولا اصلا ما استلمناش الدرع في الملعب، ولا اللجنه الخماسيه الجديده بقياده دكتور عمرو الجنايني قال امتى الاهلي هيحتفل بالدوري. ويبقى السؤال امتى الاهلي هيحتفل بالدوري؟ لكن خلاص احنا احتفلنا كده كده بالدوري، احنا بس عايزين الدرع يعني، هاتوا لنا الدرع ناخده نحطه مع اخواته في النادي يبقوا موجودين مع بعض تمام، وده الطبيعي. لكن التاخر ده غريب بصراحه، غريب جدا. المجلس يمنع استخدام السوشيال ميديا طبعا من خلال القرارات بتاعت امبارح يعني. نروح للمصري اليوم. برضو الحديث شويه هيفضل مستمر عن الصفقات والانتقالات، خصوصا فتره الانتقالات في مصر هتقفل يوم 16. الاهلي يؤجل ضم حسام حسن للانتقالات الشتويه، وما كانش فيه تفكير في حسام حسن بالمناسبه، واحنا بنقول لحضراتكم خبر مؤكد ما كانش فيه تفكير في حسام حسن لاعب سموحه. ممكن بعد كده يبقى في تفكير، لكن لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم مع حضراتكم فيها ما كانش في اصلا تفكير في حسام حسن. تعديل موعد لقاء كانو سبورت، قلنا خلاص الميعاد بقى يوم السبت الساعه 5 بدل الساعه 3. فايلر يخشى ارهاق الارهاق من رحله غينيا، طبيعي هيبقى في ارهاق طبعا بسبب الرحله الطويله حوالي 11 ساعه تقريبا او اكتر كمان، وموضوع السوشيال ميديا اتكلمنا فيه.
اخبار متشابهه جدا مضطرين ان احنا نعلق عليها في الحقيقه. نروح لليوم السابع برضه نفس الكلام، الاهلي يناقش اقتراحا بضم مدافع بيراميدز قبل اغلاق باب القيد، هم قصدهم على عبد الله بكري مدافع بيراميدز. خليني اقول لحضراتكم ان نسبه تعاقد النادي الاهلي مع صفقه جديده خلال الايام القليله المقبله نسبه قليله جدا، نسبه قليله جدا. الصفوف في النادي الاهلي مكتمله، هي هتترتب برضه على احتماليه خروج احد اللاعبين اعاره، ده لو حصل يعني، لكن انت في كل الاحوال عندك الصفوف مكتمله خلاص، عيدت 30 لعيب، فبالتالي النسبه قليله ان انت تتعاقد مع لعيب اخر، سواء بقى في مدافع مثلا زي عبد الله بكري او مهاجم زي الاسماء اللي بتتقال دايما في الاعلام. الامور دي غير محسومه ومحدش يعني بيتكلم فيها، لكن النسبه باكد على حضراتكم نسبه قليله جدا جدا في التعاقد مع صفقه جديده خلال الايام القليله، تكاد تكون معدومه يعني. طيب دي اخبار الاهلي في الصحف، ايه اخبار الاهلي في المواقع؟ نروح نشوف. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، الاهلي يشكر السفير المصري في غينيا الاستوائيه وعدلي يكشف ترتيبات الرحله. فيتو، عبد الحفيظ وعدلي يطيران الى غينيا. اليوم السابع، الاهلي يصطحب الشيف الدالي في رحله غينيا. بابا سبورت، الاهلي يحدد موعد العوده من غينيا الاستوائيه. سوبر كوره، اختبار طبي لمحمد الشناوي في الاهلي على هامش مران الفريق اليوم. في الجول، ربيع يعود لتدريبات الاهلي بعد اسبوع. وان ثري تعرف على اصابه حسين السيد. مبتدا، الخطيب واعضاء مجلس الاداره يطمئنون على صحه طه اسماعيل. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، سيدات اليد يختتم استعداده لمواجهه هوليدو غدا. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، نصر عيد تبدا مرحله جديده من التاهيل. نبتدي بالموقع الرسمي للنادي الاهلي واللي بيتكلم على ان النادي بيشكر السفير المصري في غينيا الاستوائيه، السفير طبعا حاتم حسوبه وطاقم السفاره بالكامل على المجهودات اللي عملوها في الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت للترتيب لاستقبال بعثه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله خلال اليومين اللي جايين، من حيث طبعا مقر الاقامه، ملاعب التدريبات، كل هذه الامور تم التنسيق ليها هاتفيا، وكمان هيتم الاطمئنان عليها بشكل اكبر لما يوصل طبعا الكابتن سمير عدلي مدير الاداري للنادي الاهلي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ لغينيا الاستوائيه، وهيسافروا النهارده بالليل يعني بالمناسبه، وده اللي مكتوب في فيتو يعني، عبد الحفيظ وعدلي يطيران الى غينيا، وهم هيسافروا النهارده بالليل عشان يطمئنوا على كل هذه الترتيبات. نروح لليوم السابع، الاهلي يصطحب الشيف الدالي في رحله غينيا، وده الشيف الخاص بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، واللي في الحقيقه دايما بيكون موجود مع الفريق في الرحلات اللي بتبقى صعبه اللي ما بتبقاش ضامن فيها الطعام بيبقى اخباره ايه، فالراجل هيرتب كل الواجبات الخاصه بالفريق خلال هذه الرحله، وفي الحقيقه الراجل ده بيقوم بمجهودات كبيره قوي قوي خلال رحلاته مع النادي الاهلي. نروح للبواب سبورت، موعد العودة من غينيا هيبقى امتى؟ موعد العودة من غينيا هيبقى يوم الاحد ان شاء الله، والفريق يوصل فجر الاثنين، يعني التحرك هيبقى يوم الاحد، المباراة يوم السبت، تمشي الاحد تتحرك توصل فجر الاثنين ان شاء الله المقبل، بألف سلامة يوصلوا لنا بإذن الله، وبعد كده النادي الأهلي يستعد لما هو قادم من مباريات، وأعتقد هيبقى أبرزهم السوبر المصري لحد دلوقتي ما مش عارفين ميعاد النهائي امتى. نروح لفين كمان؟ نروح اللي في الجول، ربيع يعود لتدريبات الاهلي بعد اسبوع، وده تاكيد للي احنا اتكلمنا فيه مع حضراتكم ان حاله اللعب كويسه جدا وفي تحسن ومفيش قلق خالص، وربيع ان شاء الله يكون موجود بشكل طبيعي في التدريبات بعد اسبوع باذن الله. 1-3 اصابه حسين السيد اتكلمنا فيها، اجهاد في العضله الضمه، واعتقد هيغيب فتره بس ان شاء الله ما تكونش كبيره بالنسبه لحسين السيد. مبتدا، الخطيب واعضاء مجلس الاهلي يطمئنون على صحه طه اسماعيل، الدكتور طه اسماعيل طبعا رئيس نادي التخطيط بالنادي الاهلي كان عمل عمليه جراحيه كده لتغيير مفصل بالفخذ، فالحمد لله هو حالته كويسه
وان شاء الله يقوم بالف سلامه. طبعا مجلس اطمن عليه بالشكل كامل. نروح للموقع الرسمي للنادي الاهلي. سيدات اليد يختتم استعداده لمواجهه هوليليدو غدا. عندهم مباراه طبعا في بطوله منطقه القاهره، وبعد فتره من الاعداد، فتره كانت كبيره من الاعداد البدني والفني للفريق. ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. في الحقيقه هم بيحاولوا بطولات دايما للنادي الاهلي، بتحديد سيدات كره اليد بالنادي. المباراه بكره هتكون الساعه 7 على ملعب هوليليدو، ان شاء الله يكونوا موفقين في هذه المباراه. في نفس الاطار، موقع رسمي النادي الاهلي بيقول ان نصر عيد تبدا مرحله جديده من التاهيل. نصر عيد كانت عملت جراحه كده، احد كباتن الفرقه في الحقيقه ولاعيبه مميزه جدا، جراحه في اصبع ايديها، فلسه بتعمل علاج طبيعي وكلام من ده وتاهيل، وان شاء الله تشفى سريعا وتعود للمشاركه مع الفريق خلال الفتره اللي جايه. دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، الاخبار المحليه والعالميه نروح نشوفها. اليوم السابع، اتحاد الكره يعلن ملعب السوبر المصري بين الاهلي والزمالك خلال ايام. بوابة اخبار اليوم، اجتماع طارئ لاقامه السوبر بين الاهلي والزمالك على استاد القاهره يا ريت. موقع الكابتن، مصدر باتحاد الكره يوضح موقف الجماهير من مباراه السوبر. الوطن سبورت، اتحاد الكرة يغلظ لائحة العقوبات ومشاورات مكثفة لتشكيل الانضباط. فيتو، اليوم انطلاق معسكر حكام الدرجة الأولى استعدادا للموسم الجديد. الفجر الرياضي، اتجاه لإلغاء الحكم الإضافي بعد تطبيق تقنية الفيديو بالدوري. اليوم السابع، اتحاد الكرة يبحث عن راعي لتحمل تكلفة تطبيق تقنية الفار. في الجول، مصدر باتحاد الكرة، مفاضلة بين اسمين لمعاونة إيهاب جلال وموقف الحضري. سوبر كرة غدا، منتخب مصر الأولمبي يواجه السعودية وديا. الشروق، تقرير النني يقنع مدرب بيشكتاش ويخطف مركزه الأساسي مبكرا. مبتدا، راموس يسعى لكسر رقم احمد حسن. سبورت 360، ساري يعد رونالدو بانه سيكون اكثر تهديفا معه. يلا كوره، جيسوس، نيمار قد يصل الى مستوى كريستيانو اذا كان اكثر ذكاء. يورو سبورت عربيه، مارادونا، علمت ميسي كيفية تسديد الركلات الحرة. كورة، ماريانو دياز يرفض الاستسلام في ريال مدريد. عايزين في الحقيقة الماتشات تبتدي بقى، الدوري يبتدي وكل هذه الأمور، يعني لأن يبقى في تنوع شوية في الأخبار. نبتدي في الأخبار المحلية باليوم السابع، اتحاد الكرة يعلن ملعب السوبر المصري بين الأهلي والزمالك خلال الأيام. مفترض أن الماتش يوم 20، بس لحد دلوقتي مفيش إعلان رسمي من اتحاد الكرة أن الماتش يوم 20، تمام؟ ولو الماتش يوم 20 فخلاص ده ناقص 10 أيام تقريبا. النهاردة كام، 9 ولا 10؟ النهاردة 9، فناقص 11 يوم على الماتش. لو هو يوم 20 فمش عارف اتحاد الكرة مستني إيه، والملعب كمان هو خلاص الماتش هيبقى لو اتلعب، يعني ان شاء الله يتلعب، هيبقى في مصر، تمام، مش هيبقى بره مصر، لكن هم لسه هيستقروا على المكان، الملعب اللي هيستضيف هذه المباراه، هنشوف هيستقروا عليه. بوابه اخبار اليوم بتقول اجتماع طارئ لاقامه السوبر بين الاهلي والزمالك على استاد القاهره. ده نتمناه في الحقيقه، لان استاد القاهره استاد موجود يعني، وكان شكل مميز جدا في بطوله الامم الافريقيه. مش عارف ليه ما بنلعبش على استاد القاهره. هتقول لي صيانه ايه؟ يعني ايه الصيانه اللي في استاد القاهره؟ ما الصيانه زي الفل والدنيا تمام في الملعب والنجيله كويسه، وشفنا الكلام ده في، هتقول لي عشان بنجهزه لبطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه، وايه المشكله لما نلعب عليه وفي نفس الوقت انت تستمر في صيانته في الايام اللي ما فيهاش مباريات، وهيبقى في مباريات قليله عفوا مباريات قليله جدا سواء للاهلي او للزمالك على الملعب. فانا شايف في الحقيقه يعني، واعتقد حضراتكم تتفقوا معايا، مفيش ما يعيق لاداء المباريات على استاد القاهره، فالموضوع لغز برضه بصراحه.
فهم هيحاولوا يعني اللجنه الخماسيه انه يخلوا الماتش ما بين الاهلي والزمالك ماتش السوبر على استاد القاهره، نتمنى كمان بجمهور، وده اللي من موقع الكابتن واللي بيقول مصدر باتحاد الكره يوضح موقف الجماهير من مباراه السوبر. هم يعني بيتكلموا وده طبقا لمصدر على حسب المتن اللي في الخبر من موقع الكابتن، ان بعد ماتش امبارح ما بين الزمالك وبيراميدز وظهور الجمهور الزملكاوي بشكل مميز ومفيش اي مشاكل وكلام من ده، فبديهم دفعه كبيره ان مباراه السوبر تكون بالجماهير. احنا عايزين بقى مباراه السوبر تبقى بالجماهير والمباريات بتاعه الدوري كلها بجماهير عشان نشوف الكوره زي زمان، يعني زي زمان قوي لما كنا نتفرج على كوره بنتمتع بيها في مصر. يعني نروح للوطن سبورت، لا مش الوطن، أو ماشي خلينا في الوطن. اتحاد الكرة يغلس لائحة العقوبات ومشاورات مكثفة لتشكيل الانضباط، وده شيء مهم جدا. في اجتماع ما بين الدكتور عمرو الجنايني مع المستشار سيد البنداري اللي طبعا وضع عقوبات ولائحة جديدة للعقوبات بشكل مميز لتشكيل لجنة الانضباط، ودي أهم الأمور في الحقيقة خلال الموسم الجديد عشان نتجنب للمشاكل اللي بتحصل اللي حضراتكم كلكم طبعا عارفينها، اللي بتحصل ممكن بتغير مواعيد ماتشات والامور يعني اللي احنا بنتابعها يعني. فان شاء الله تتغير، وده هيتغير ازاي لما يكون في قرارات حاسمه وما حدش يرجع في القرارات دي بالعلاقات وكلام من ده وتقول خلاص بقى معلش المره دي وعديها وكلام من ده، يبقى احنا مش هنتقدم ابدا، عمرنا ما هنتقدم بالطريقه دي. نروح لليوم السابع، اتحاد الكرة يبحث عن راع لتحمل تكلفة تطبيق تقنية الفار. احنا عارفين تقنية الفار تقريبا هتتكلف حوالي 18 مليون جنيه، فكان في اتجاه ان يتم تقسيم المبلغ ما بين الأندية كلها مع بعض واتحاد الكرة، يعني الأندية تدفع كلها مع بعض 9 مليون جنيه. فاتحاد الكرة او اللجنة الخماسية بتحاول ان هي بتشوف راعي يقدر ان هو يدفع المبلغ كله تحسبا لعدم الموافقه من قبل الانديه لدفع 9 مليون جنيه. والاهم ان التقنيه تطبق، يعني لان عندنا ازمات واضحه في الكره المصريه بسبب الحكام. ازمات ما فيش حد يختلف عليها، كل الانديه متفقه على الجزئيه دي، كل الانديه، مش اهلي بس ولا زمالك بس ولا اسماعيلي بس، لا كل الناس يعني. فالفار شيء لابد منه باي طريقه من الطرق بتصرفه يعني. نروح في الجول، مصدر اتحاد الكره مفضله بين اسمين لمعاونه ايهاب جلال وموقف الحضري. الاسهم واضح ان هي بترتفع بالنسبه للكابتن ايهاب جلال كمدير فني المنتخب مصر، طبعا مدير فني مميز جدا، مدرب جيد متابعينه على مدار سنوات عديده في الدوري المصري، فلو تم الاستقرار عليه نتمنى له كل التوفيق. لكن طبقا للخبر ان بيشوفوا مين المساعد للكابتن ايهاب جلال لو هو اللي هيكون مدير فني، يعني الكلام على اسمين، كابتن اسامه نبيه اللي كان متواجد في الجهاز الفني بتاع مستر هيكتور كوبر، والكابتن عماد النحاس المدير الفني الحالي للمقاولون العرب. هم دول الاسمين اللي هيتم الاختيار ما بينهم طبقا لموقع في الجول. فيما يتعلق بموقف عصام الحضري اسمه مطروح بشكل كبير جدا ان هو يكون مدرب حراس مرمى، لكن الكابتن ايهاب جلال لما تم استطلاع رايه قال ان هو عايز كابتن مصطفى كمان مدرب الحراس اللي كان متواجد فتره مع النادي الاهلي وكان متواجد مع كابتن ايهاب جلال في اكثر من نادي. فهنشوف الكلام ده هيبان لما اتحاد الكره يعلن بشكل نهائي عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول، ودي من ضمن الاسئله اللي احنا عايزين عليها اجابات خلال الفتره اللي جايه. واعتقد ان هم موضوع المدير الفني ده خلال ساعات يعني او بكره بعده ممكن يتم الاعلان بشكل كبير عن المدير الفني الجديد. نروح لسوبر كوره، غدا منتخب مصر الاولمبي يواجه السعوديه وديا. كان في مباراه اول امبارح خلصت 4-1 كانت في السويس، بكره المباراه هتكون في استاد بيتروسبورت بعد الاتفاق ما بين المنتخبين، وكان في اتجاه ان المباراه تتلعب في السويس برضو، لكن المنتخب السعودي فضل وطلب ان المباراه تكون في القاهره علشان الطيران وظروف العوده للسعوديه وكلام من ده، فيبقوا قريبين يعني، خلاص الماتش هيطلعوا المطار يرجعوا على السعوديه سالمين ان شاء الله. فالمباراه بكره باذن الله في التجربه الوديه الثانيه للمنتخب الاولمبي اللي في الحقيقه مبشر جدا بعد ما شفنا المباراه الاولى مع السعوديه 4-1 نتيجه كبيره، اداء كان مميز في الحقيقه، وعندك عناصر كويسه قوي في المنتخب الاولمبي وكلهم عندهم خبرات الدوري الممتاز، فان شاء الله باذن الله يساهموا في صعود المنتخب لاولمبياد طوكيو 2020، وده الاهم من خلال ايه؟ من خلال بطوله الامم الافريقيه اللي هتكون في مصر في شهر 11، واللي ان شاء الله نتمنى ليهم كل التوفيق فيها. نروح بقى لبعض الاخبار العالميه واللي بتتعلق كمان ببعض محترفينا في الخارج، نبتدي بالشروق.
وده تقرير في احدى الصحف التركيه ان النني بيقنع مدرب بشكتاش ويخطف مركزه الاساسي. النني لعب مباراه وديه من كام يوم، لعب 90 دقيقه، شارك بشكل جيد وادى اداء اكثر من رائع، فبالتالي المدرب عبد الله أفسي المدير الفني لفريق بشكتاش ابدى اعجابه الكبير باللاعب، وقال انه هيكون ليه دور كبير جدا مع بشكتاش خلال الفتره الجايه سواء في الدوري التركي او في اليوروبا ليج. مبتدا راموس يسعى لكسر رقم احمد حسن. سيرجيو راموس طبعا نجم ريال مدريد والمنتخب الاسباني تقريبا خاض لحد دلوقتي كده 167 مباراه مع المنتخب الاسباني. كابتن احمد حسن هو عميد لاعبي العالم 184 مباراه، يعني تقريبا فرق ايه 17 مباراه. فسيرجيو راموس اتكلم في انه بيسعى بكل قوه لكسر رقم اللاعب المصري، وقال اللاعب المصري قصده على احمد حسن يعني كابتن احمد حسن، وبيقول ان انا كان عندي فرصه ان انا صغير اشارك مع المنتخب الاسباني وانا بحافظ على الفرصه دي لحد دلوقتي، وبيسعى بشكل كبير ان هو يكسر هذا الرقم. اعتقد ان هو هيكسر الرقم في الحقيقه، 17 مباراه. راموس عنصر اساسي في المنتخب الاسباني، لسه 33 سنه اعتقد راموس او 32 كمان، فممكن الفتره الجايه يلعب العدد ده عادي جدا يعني. نروح لسبورت 360. ساري يعد رونالدو بانه سيكون اكثر تهديفا معه. كريستيانو رونالدو السنه اللي فاتت احرز اهداف بس ما كانش هداف الدوري الايطالي، فساري عايز يستغل الحاسه التهديفيه العاليه قوي قوي بصراحه عند رونالدو، فهيقلل مجهوده شويه في الملعب بحيث ان هو يتمركز توقع يعني الخبر يتمركز في الصندوق بشكل اكبر، ويقدر ان هو يحرز اهداف عديده ليوفنتوس، ومفروض يستغله كريستيانو رونالدو طبعا بشكل اكبر من كده بكتير. وساري طبقا للكلام اللي في الموقع ان هو هيحاول استغلال رونالدو بالشكل الامثل خلال الموسم الجديد بالنسبه ليوفنتوس بطل كل شيء في ايطاليا. نروح لكوره، اخر خبر معانا. ماريانو دياز يرفض الاستسلام في ريال مدريد. ماريانو دياز يعني كان السنه اللي فاتت جابوه والدور رقم 7 كمان مكان كريستيانو رونالدو، مش عارف ازاي لكن هو لعيب مميز. فالسنه اللي فاتت ما عملش حاجه مع ريال مدريد، احرز هدفين ثلاثه تقريبا يعني على ما اتذكر. فكان في اتجاه من عند زين الدين زيدان بعد ما عاد بقى ان هو يستغنى عن ماريانو دياز، ما جالوش عروض او ما تمش الاتفاق لان جاله بعض العروض. فبالتالي اللاعب نفسه عنده حماس قوي جدا لاثبات قدرته او جدارته بالتواجد داخل ريال مدريد. ريال مدريد محتاجه شغل كبير بصراحه يعني. طيب دي كانت الأخبار العالمية والأخبار المحلية، هنروح لفاصل. بعد الفاصل عندنا فقرة حوارية هامة جدا هينورنا وشرفنا في الاستوديو الأستاذ محمد باهي الناقد الرياضي بالأهرام، وهنتكلم في أمور عديدة جدا كما هو المعتاد. استنونا بعد الفاصل. الأستاذ محمد باهي الناقد الرياضي بالأهرام بينورنا ويشرفنا في هذه اللحظات في الجزء الثاني من حلقة كلام في الميديا. أستاذ محمد منورنا. أهلا بك يا أمير وأهلا بالسادة المشاهدين. أخبار حضرتك إيه؟ زي الفل الحمد لله. نبتدي بإيه؟ الأهلي واتحاد الكورة؟ حابب إيه أنت؟ لا بالنادي الأهلي. نبتدي بالأهلي ماشي. الأهلي بيستعد طبعا لمباراة مقبلة مهمة جدا، مشوار جديد تحت قيادة فنية جديدة، بتشوف الاستعدادات إزاي ومدى أهمية هذه المباراة من وجهة نظرك؟ يمكن النادي الاهلي يعني من وجهه نظري ان هو بيدافع عن كبريائه الافريقي، حلو، خصوصا ان هو اكبر من ان هو يلعب بدور ال 64. طبعا كانت مفاجاه كبيره قوي، اول مره في تاريخ النادي الاهلي. طبعا مفاجاه لينا كلنا، مفاجاه لجماهير الكره المصريه بشكل عام وجماهير النادي الاهلي بشكل خاص. فرد عملي ورد قاسي على منظمي البطوله الافريقيه، ورد طبعا باكبر نسبه اهداف في المباراتين. كان ده وضع طبيعي ان هو يرد في الملعب. انا شايف ان المباراه اللي جايه يمكن الفريق الاهلي هيلاعبه حديث العهد بكره القدم، ما بقالوش 5 سنين بالظبط، 2014 2014 ده كان ميلاده في 2014. يمكن اذا قلنا ان اف سي مصر هو احدث فريق في الدوري الممتاز، استمر مثلا 6 سنين او 8 سنين من نشاته لحد الان، فان هذا الفريق يا دوبك 5 سنين بالكثير قوي. بالظبط.
واعتقد ان قدام الاهلي فرصه كبيره، يعني هي مباراه بين الاصاله والحداثه. كويس. من اصاله النادي الاهلي والتاريخ ونجوميه النادي الاهلي وجماهيريه النادي الاهلي وعراقه النادي الاهلي امام حداثه وتكوين مثل هذا الفريق في عالم كره القدم. اعتقد ان ومع ذلك كره القدم لا تعرف المستحيل. كم من فريق عشرات السنين ما بين هذا وتلك او هذا وذاك، ونلاقي ان الكره زي ما قلنا قبل كده الساحره المستديره الشريره بتكشر عن انيابها في المستطيل الاخضر. اذا انا مش هقدر اقول ان انا فزت الا بعد صفاره الحكم. اذا انا تالقت وفزت وكسبت. لكن انا ما اقدرش اقول قبل المباراه ان انا هكسب وهتالق وهفوز. اكيد طبعا. فاكيد النادي الاهلي عامل حسابه، النادي الاهلي بثوب جديد، ثوب فني جديد، جهاز فني جديد، معنويات لعيبه جديده، صفقات يعتبر بتحاول انها تثبت ذاتها. بس صفقات مش كتير الحقيقه. يعني لا، في لعيبه عايزه تثبت ذاتها لسه، يعني كانها بتنضم لاول مره. فاعتقد ان لو اتكلمنا عن التاريخ لا يبقى النادي الاهلي، لو اتكلمنا عن الاصاله يبقى النادي الاهلي، لكن لو اتكلمنا على الكوره لا، الكوره ما فيهاش اهلي وزمالك وبرشلونه وريال مدريد الا بعد صفاره الحكم. فقدام الاهلي فرصه كويسه جدا لاستعاده امجاده من جديد، امجاده الافريقيه، خصوصا ان هو داخل في مباراه السوبر، داخل طبعا بمعنويات عاليه كبيره جدا، ومطلوب منه قدام جماهيره انه يحسم هذه البطوله المصغره اللي بتؤدي الى بطولات كبرى. اعتقد النادي الاهلي قدام في بطوله افريقيا اعتقد ان شاء الله باذن الله حاسم المباراتين ذهابا وعوده. المطلوب ايه من الجهاز الفني الجديد؟ يعني مستر فايلر مثلا مطلوب منه ايه في اول مباراه ليه؟ مباراه صعبه لان هي بره ارضه، منافس مش معروف بشكل كبير، اكيد تم دراسته وكل حاجه، لكن هي برضه بتبقى حمى البدايه زي ما بيقولوا كده. مطلوب ايه مستر بايلر على وجه التحديد؟ بص، مطلوب منه بعد ما يعرف طبيعه الملعب، طبيعه ارضيه الملعب بالذات. ملعب جيد بيقولوا. يعني بص الملعب يعني بياخد تقريبا 30% من تاكتيك اي مدرب. كويس. اكتر من 30% كمان. ليه؟ لو الملعب نجلته تقيله فمحتاج لعيبه باور عندهم اعلى. لو الملعب محتاج الفتله بتاعته رفيعه فبتغرز مثلا في الاسترز بيغرز وهكذا، محتاج ان هو يعرف يسافر بدري، محتاج ان الفرقه تتمرن اكتر من تمرين على الملعب. هتمرنوا تمرينتين تقريبا. انا بقول اكتر من تمرينه، يبقى مهم جدا ان نتعرف على اجواء الملعب، مش الاجواء المحيطه، الملعب نفسه، مساحات الملعب نفسها مهمه جدا. بس خلي بالك هو على الملعب اللي هيستضيف المباراه هتبقى تمرينه واحده. ما هو طبقا للبروتوكول وطبقا للائحه هتبقى تمرينه واحده. هيبقى تمرينه واحده، ولكن لا، انا محتاج ان هو يروح يتفرج يشوف، حتى لو مش هيتمرن يروح يشوف قبل التمرينه. كويس. وليكن قبلها بيوم حد يروح يتفرج على الملعب نفسه، رجلته قد ايه، عامله ازاي. دي على فكره الكلام ده مسموح. مسموح طبعا، مسموح. مسموح ان انت تروح الملعب بس ما تتمرنش. اللي هو انت ليك الوحده التدريبيه اختارها انت كيفما شئت. العمليه مش عمليه ان انا اختار قبلها بيوم، ما فيش لائحه بتقول ان انت لابد انك تتمرن قبلها ب 24 ساعه او قبلها ب 48 ساعه، انت ليك مره واحده. انت اللي تختار امتى تتمرن. بس هو الافضل ان يبقى قبل المباراه على طول، يعني ما تبقى لي مطالب المدير الفني. بالظبط. انا عايز ايه؟ ممكن يقول لك لا انا هعمل عليه ماتش تقسيمه، والتقسيمه الجامده بتبقى قبل المباراه ب 48 ساعه. لكن لو في تكتيك تقسيمه خفيفه يعقبها تكتيك يبقى قبلها ب 24 ساعه على حسب اختيارات المدير الفني. فهنا مطلوب ان اللعيبه تركز، مطلوب من المدير الفني ان هو يحفظ لعيبته كويس قوي، يخليهم يقتنعوا بيه، يقتنعوا بيه قبل المباراه، يقتنعوا لان انا مقتنع بيك هسمع كلامك وهطبق تعليماتك. فمطلوب منه ان هو ما يقولهمش مش بالكلام، ان انت تسمع كلامي في الحته الفلانيه وانت لا، العمليه مش عمليه مدرس وتلميذ طبعا، عمليه فرض شخصيه، وفرض الشخصيه بالتعليمات باسلوبك انك انت تنفذني. يمكن بيفضل المدرب اللي بيعمل نموذج دايما في مراحل الناشئين دايما. ليه؟ بيجي اللاعب اللي لسه محتفظ برونقه، يعني فيجي يعمل نموذج، يعمل دريبل، يعمل ينطق، يعمل وهكذا، يعمل نموذج للولد فيقتنع بيه. لكن لما يقول له نطق وانا واقف كده بتفرج عليه اقول له اعمل كده وانا مش قادر اقول له. فاذا هنا مطلوب انه يفرض شخصيته،
على اللعيبه، لان لعيبه النادي الاهلي ليها طابع خاص. العمليه مش عمليه شخط ونطر، العمليه عمليه ازاي انا اقتنع باسلوب وفكر المدرب. انا عجبني في تصريحه في المؤتمر الصحفي لما تسأل وقال انت هتلعب بطريقه ايه؟ فقال انا لسه ما عرفتش امكانيات لعيبتي، هلعب بالطريقه اللي تناسب امكانيات لعيبتي. اذا هنا ذكي جدا جدا جدا. طرق اللعب معروفه كتير، 4 3 3 4 2 4 3 5 2 5 3 2 كل دي طرق لعب وبتفرض نفسها. شوف الامكانيات اللي عندي الاول ايه بالظبط كده. ما انا سهل جدا اقول لك العب ب 4 3 3. طيب انا في المباراه دي معطياتها ما تديش نتائجها، ما تديش لمعطياتها، فبالتالي لا انا هلعب بطريقه 5 3 2 اهم من الاول، بعدين اعمل اثنين طايرين يعملوا لي خمسه يقلبوا لي بدل 5 3 يبقى 3 5 وهكذا. لازم يعرف امكانيات لعيبته اللي هيستعملها. فبالتالي عشان كده بقول لك ان لازم يدرس الملعب الاول، الملعب قبل الخصم قبل المنافس، لان الملعب نفسه هو اللي بيفرض طريقه اللعب مش المنافس الاول. الملعب مساحات الملعب مهمه جدا جدا. في واحد يقول لك انا هروح العب لا مهاجم من الاول واضغط على الخصم من الثلث الاخير نظام الضغط العالي، وهو اصلا الملعب مساحته كبيره جدا، فانت بترهق لعيبتك من اول 10 دقايق وبتستنفذ قواهم. فلا انت لازم تعرف طبيعه الملعب، مقاسات الملعب، وطبيعه الفرقه اللي انت هتلعبها. انت عارف طبعا ان هم كسبوا بفرق هدف، يعني 2-1 نتيجه المباراتين، فرق هدف، فرق هدف المباراتين 3-2، فرق هدف يعني. فبالتالي اذا الفرقه دي بتهدف، يعني بتعرف تجيب اجوان وسجلت خارج ملعبها بالظبط. فبالتالي انت لا انت لازم نحترم الخصم كويس قوي، نحترم المنافس، ونقدر نلعب بالطريقه. لازم ادرب لعيبتي من قبل ما يسافروا كمان على طريقه اللعب. يمكن انا كمان ممكن اختار ملعب هنا مشابه للملعب اللي بره، او اعمل نفس اختار اي ملعب واعمله مشابه. اعمله مشابه ازاي؟ اداء مساحاته، لو الامطار غزيره على طول اروح سايب المايه في الملعب وهكذا. يعني اعمل في ظروف مشابهه للمباراه اللي هلعبها هناك. فبالتالي مطلوب منه ومطلوب من اللعيبه تركيز كويس قوي انك انت تعمل نتيجه ايجابيه في مباراه الذهاب قبل مباراه الحسم في القاهره، خصوصا ان انت زي ما قلت داخل على مباراه سوبر مهمه جدا جدا. اكيد ان شاء الله باذن الله نتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق. لكن يا رب. امبارح اتصاب محمد الشناوي، لو غاب الشناوي ممكن ياثر في صفوف الاهلي؟ هو الحقيقه طبعا اصل مركز حراسه المرمى بالذات يعني لازم حارس المرمى يقف كتير ويبقى هو اكتر واحد بيلعب في النادي الاهلي. لكن ده طالما انت عندك دفاع متماسك، دفاع حافظ بعض، فحارس المرمى بالنسبه لهم يعني هيحتووه ويحتضنوه زي ما بيقولوا. يعني انا اعتقد ان اي حارس مرمى بالعكس ده انا شايف انها فرصه لاي حارس مرمى يحل محل الشناوي عشان يثبت وجوده، عشان يقول انا اهو انا موجود ده في حاله وجدير. لو غاب يعني لا قدر الله انا بتكلم في الحاله دي لو غاب لا قدر الله، انا بتكلم فرصه للسبستيتيود اللي هو تمام. البديل بالنسبه له. فاعتقد ان هيبقى لا يعني ممكن فرصه لاي حد يقف، وانا اعتقد ان محمد الشناوي هيكون جاهز للمباراه يعني ان شاء الله. ان شاء الله هي خفيفه باذن الله. ارتفاع درجه الحراره والرطوبه هناك ممكن تاثر على النادي الاهلي في الماتش ده؟ بص يعني الموضوع ده يعني قتل بحثا يعني كتير قوي مباريات الافريقيه دايما عمليه الارتفاع مستوى البحر وارتفاع مش عارف ايه نسبه الاكسجين والحاجات دي كلها. بص يعني حديثا ثبت حديثا ان عمليه الاكسجين نقص الاكسجين والحاجات دي بيتاثر مع اللاعب بعد المباراه. بمعنى انت واخد جرعه تدريبيه، جرعه مخزون تدريب يمكنك للعب 3 ساعات كويس، فانت بتلعب ساعه ونص. فاذا انت هنا برضو مطلوب من مدرب الاحمال، مطلوب من الجهاز الفني ان هو يشتغل على الحته البدنيه كويس قوي، لان عمليه اللياقه البدنيه زي ما قلت لك ده مخزون كويس ما بيتاثرش والا يتاثر مع انطلاق المباراه. عمليه نقص الاكسجين وارتفاع في مستوى سطح البحر والحاجات دي والرطوبه بتاثر مع بدايه المباراه. لا الكلام ده بيتاثر مع مجريات المباراه، مع نهايات المباراه وهكذا. لا الاهلي اتعود خلاص في افريقيا، الاهلي اتعود لعب مئات المباريات، فالموضوع ده بالنسبه له ان شاء الله مش هيكون عائق،
لان هو متعود عليه وهيتعداه وهيوصل للهدف المنشود بالنسبه له يعني. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر على تخطي هذه العقبه، مش بس تخطي هذه العقبه، قادر على الفوز بهذا اللقب الغالي المنتظر لكل طبعا الجماهير الاهلاويه. عايز بس اقول للجماهير بعد ملامح مران الفريق النهارده، المران تقريبا كان استشفائي معظمه لان امبارح كان في تقسيمه قويه زي ما قلنا لحضراتكم، النزول كان بالحمل التدريبي تجنبا للاجهاد قبل السفر ان شاء الله باذن الله فجر بعد غد باذن الله. طيب نروح لاتحاد الكرة وفي ملفات كتيرة في اتحاد الكرة. جدا جدا صح. طيب موضوع القرعة بتاعت الدوري، والنهاردة أعلنوا ميعاد القرعة خلاص يوم الخميس. أهم الأمور التي يجب التعامل معها بخصوص هذه القرعة، سواء فيما يتعلق بمواعيد المباريات، ميعاد البداية بتاعت الدوري، النهاية، الأمور دي حضرتك بتشوفها إزاي ومدى أهميتها يعني؟ بص أنا شايف اللجنة مسيرة الأعمال بتاعة اتحاد الكورة، اللجنة من قبل الفيفا، هم يعني طبعا أشخاص محترمين ولكن دخلوا بصدرهم قوي. بمعنى يعني انتظروا جدول منتظم من A to Z، ادوا عود يعني، وعود وعود كتيرة جدا، وعود للتسويق، تسويق مش بس الدوري الممتاز، تسويق كمان الدوريات الأخرى، وهي طبعا موضوع صعب جدا جدا، ملفه شائك جدا جدا، ما اقدرش اقول هعمل الا اذا كنت انا فعلا متعاقد. ويمكن انا كلمت معاك قبل كده ان حتى الشركه الراعيه لما مشيت وكانت متسوقه الدوري الممتاز به، مشيت وما كانتش عامله شرط جزائي. فاذا هنا لازم اولا اشوف عمليه المزايدات، اعمل مزايدات الاول وافتح كراس، اعمل كراسه شروط واعمل عقد كويس جدا. أنا لابد من محاكمة، أنا بقول محاكمة أي واحد كان متسبب قبل كده في هذا التعاقد، لأنه لم ما عملش شرط جزائي، وده مما يؤدى إلى إهدار المال العام. فأنا بقول من دلوقتي أنت عايز تسوق حاجة، لازم يكون معاك عقود كويسة جدا، عندك شؤون قانونية على مستوى عالي، ما تخرش المية يعني زي ما بيقولوا، لأن دي حقوق والحقوق لازم تروح لمستحقيها. كويس. من البدايه بقى من دوري ممتاز او ممتاز به، لان في اموال كتير جدا جدا اهدرت نتيجه كتابه عقود خاطئه. مش عايز اقول ان في ناس كانت متعمده انها تكتب هذه العقود او تفوت او تسهل لاصحاب العقود. ماشي. كنت منتظر من هذه اللجنه ان هم اول حاجه يطلعوا يقول لك احنا عاملين لجنه تسويق. طبعا ده ما حصلش. طيب انت هتعمل لجنه تسويق، يعني عايز تسوق دوري، محتاج فيه الفار اللي انت قلت عليه وتكلفته عاليه جدا، مش بس تكلفه، ده تكلفه مدربي المتدربين كمان طبعا، عشان تعمل محاضرات للمتدربين وتعمل اليات تنفيذ لهذا الفار، محتاج اسابيع طويله تصل الى حد الشهور. تمام. طيب انت ما عملتش حساب دي. طيب انت تكلفه الفار قلت احنا معانا فلوس، وبعدين تراجعت وقلت ايه؟ نتحمل احنا النص والانديه النص. بعد كده قال لك اشوف شركه راعي. حلو قوي. طب ما قلتش ليه من الاول؟ كنتش قلت ان احنا عندنا فلوس. لا اصبر وقول هنعمل شركه تسويق، هنعمل تنميه موارد، وهنعمل. طب انت عملت اتخذت كام قرار لحد دلوقتي؟ ولا واحد. اتخذ قرارات اداريه معظمها إدارية بس، معظمها ايه؟ القرارات الملموسه لسه. بالظبط. لسه ما فيش اي قرارات ملموسة، الملفات شائكة تم توزيعها، وأنا شايف إن الخمسة يعني محتاجين فعلا لجان فرعية، لأن المسابقات مش واحد، مش شخص اللي هيدير المسابقة، دي لجان متفرعة، لجان متفرعة منها 27 لجنة، هي 27 منطقة في 27 محافظة. فإذا هنا العملية مش عملية شخص، الشخص هنا على قمة الهرم التنفيذي في لجنته، ولكن يتبعها لجان ثم لجان ثم لجان ثم القاعدة العريضة. طب ده ما حصلش. نمرة اتنين، انت لما اعلنت نظام المسابقات، انت اعلنت ايه الاول؟ قلت يوم القرعة امتى؟ يوم الخميس. طب قال الدوري امتى؟ لا ما قالش. ما طيب. برضو دي من ضمن الاسئلة في الحياة، لا الدوري امتى ولا السوبر امتى عارفين ولا كلام من ده، بنسمع بس كلام كده شكل غير رسمي، ان السوبر يوم 20، الدوري يوم 21، والحاجات دي. رغم ان انت الارتباطات قدامك، رغم ارتباطات الاهلي والزمالك في الافريقيا، اتاخروا قوي هم جدا. طب الاسباب التاخر ده ايه يعني؟ اسباب التاخر ان في اعضاء لجان بتسافر،
يعني النهارده الدكتور جمال محمد علي مسافر بره في بعثه. عمرو الجناني برده مسافر، مش عارف بكره مسافر فين، وهكذا. مش متفرغين يعني؟ انا شايف ان هو التفرغ مطلوب جدا جدا. هم مش متفرغين؟ لا حاليا لا، مفيش متفرغ. طب وانت محمد فضل لما انضم للجنه انضم امتى؟ متاخر جدا، مسافر بره، صح ولا لا؟ طب احمد عبد الله حضر كام لجنه؟ كام اجتماع؟ 2. من كام اجتماع؟ 4. بس اذا هنا فين بقى التفرغ؟ اللجنه دي لازم تكون متفرغه. وبعدين هنا دي منبثقه من الفيفا، يعني الفيفا بتدعمها وبتعضدها. وبعدين دي قالت حاجه خطيره جدا، قالت اللجنه تحت الاختبار. بمعنى لا دي مهمه دي، يعني ايه تحت الاختبار؟ يعني تحت، يعني ممكن يمشوهم في وقت؟ كل او جزء. اللجنه تمشي الكل او الجزء او بعض. ده محطوط في القرار. طب يبقى هم اختاروهم ليه من الاول؟ ما هو اخترتك عشان تكون تحت الاختبار. يعني ايه؟ اصل الموضوع موضوع تحت الاختبار كتير ولا تحت المتابعه؟ في فرق. ما هي المتابعه ايه؟ المتابعه انا بتابع شغلك عامل ازاي. طب يعني لو في نفس الوقت لو انا بختبرك في طب ما لو لقيت شغلك مش كويس وانا متابعك هعمل معاك ايه؟ هيبقى في وقت ان هو يغير؟ يغير. ليه في وقت انه يغير؟ لان المده سنه. هيغير. هو قال متابعه شهريه. وهي تحت الاختبار والمتابعه الشهريه، واذا حصل اي خلل او قصور فيمكن تغيير الكل او الجزء. ممكن تلاقي واحد اتغير. اتغير ازاي؟ هو مين اللي هيكتب فيه بقى التقرير؟ قال اللي هو بيتابع. قال اذا انت خدت ملف، ما هي المتابعه هنا هقيمك ازاي؟ انا هديك ملف وتشتغل عليه. طب قول لي ايه الملفات دلوقتي اللي مع الاعضاء؟ يعني ملف الجهاز الفني المنتخب الوطني والدوري مع مين؟ مع ثلاثة. عملوا ايه؟ ولا حاجة لحد دلوقتي. ماشي، ملف الدوري مع مين؟ المفروض مع اللجنة كلها. طب فين؟ ولا حاجة. تمام. وهكذا. لجنة التسويق مع مين؟ ملف التسويق والموارد مع مين؟ مع رئيس اللجنة اللي هو البنكير. طبعا. عمل ايه؟ ولا حاجة. لا، أول حاجة قال ايه؟ معانا فلوس. أنا راجل بتاع بنك وعارف. طيب وبعدين رجع قال هنبحث وهناخد من الانديه. هل دي تعتبر قله خبره التصريحات دي؟ طبعا خبره في يعني التعامل. انا اول ما اجي كده اوعد بحاجات كتيره جدا انا لسه مش عارف الامكانيات عندي ايه اصلا. بالظبط بالظبط. دي قله خبره. ما لازم اشوف الاول. بس انا عارف موضوع التسليم والتسلم. ما انا لازم يعني انا تسلمت مهمه اهي، لازم اتسلمها واقراها. انا معايا ايه؟ ما انا زي ما اقول لك ايه؟ المعطيات تؤدي الى النتائج. طبعا. انا اشوف معطياتي ايه؟ الحاجه اللي في ايدي ايه عشان اخرجها اعملها مخرجات. يعني انا اتكلمت بشكل انفعالي واتكلمت بشكل حماسي. الدوله جابتني، الفيفا جابني، وانا جامد وهكذا. فهعمل وهعمل وهعمل. طب انت ما قلت ما قلتش انت معاك ايه عشان تعمل ايه. فدي انا شايف انهم اتسرعوا بشكل كبير في الحته دي. طب نمسك تاني حاجه. التصريحات ما كانتش محسوبه. ما كانتش محسوبه وما كانتش في حينها. بدليل يعني ان احنا لحد دلوقتي ما لقيناش اي جديد، ما لقيناش اي حاجه من التصريحات اللي اتقالت يعني. طبعا بنتمنى لهم ان هم يعني ينفذوا التصريحات اللي قالوها يعني، او تحديد دكتور عمرو الجناني. التوقيت مهم. لكن لغايه دلوقتي مفيش تنفيذ لاي حاجه يعني بصراحه. واحنا خلاص الوقت ازف، داخلين على الدوري. طبعا. داخلين على السوبر، وداخلين على حاجات كتير جدا مفيش اي جديد يعني. طيب انت هتعمل قرعه زي ما قلنا هو يوم الخميس. فين رابطه عند المحترفين؟ مفيش، وكانوا بيقولوا ان هيبقى في رابطه. طيب مين اللي هيدير المسابقه؟ لجنة المسابقات اتحاد الكورة بس. المفروض الرابطة. المفروض الرابطة أصلا، بس هو كده طبعا مفيش رابطة. طيب. هم اللي هيجيبوا. مش أنت جايب اللجنة دي عن طريق الفيفا عشان تنفذ ما عجز عنه الآخرون؟ فعلا. وتنفذ الاحتراف. لأن إحنا اتأخرنا بقالنا 7 سنين. مش عارفين نعمل احتراف. فإذا هنا في فساد إداري وفي عجز إداري وفي قصور إداري. قول زي ما تقول، لان انت ما نفذتش. طب انت دلوقتي خلاص المرحله الاخيره او اخر فرصه ليك ان انت لازم تنفذ الاحتراف. طب ما الاحتراف ده ليه الياته. طب الاليات ايه؟ إن اول حاجه او الف ب الاداره في الاحتراف ان رابطه انديه المحترفين هي اللي تدير مسابقتها. كويس. هيحصل؟ طيب يبقى انت ما عندكش محترفين، يبقى انت ما عندكش دوري محترفين. طيب انت قلت انا جايب اللجنه دي عشان اعمل دوري المحترفين. دوري المحترفين برمته معناه ان دوري ممتاز يبقى محترفين
ممتاز بيبقى محترفين. طب عملت ممتاز بيه محترفين؟ لا ما عملش. يبقى عملهم زي ما هم كام مجموعه؟ ثلاث مجموعات. ثلاث مجموعات اللي هو كان هيعمله الاتحاد السابق. طيب انت السنه الجايه هتعمل محترفين؟ لا. ليه؟ لان انت قلت هيهبط اثنين ويصعد اربعه، يعني السنه الجايه بدل 12 نادي يبقى 14 نادي في كل مجموعه. يبقى ده مش دوري محترفين. اذا انت مش ناوي تطبق دوري المحترفين في مصر، صح؟ صح. اللي هو خصوصا اللي هو ب، لانه ب يتبع ا. اكيد اكيد. فاذا انت مش هتعمل دوري محترفين، طب انت جاي تعمل ايه؟ فانا كان من وجهه نظري، ممكن انا قلتها، ان اللجنه دي جايه وما عليهاش اي حرج. فانت جاي لا هتخش انتخابات، وجاي معضد من الدوله ومسنود من الفيفا، يعني داخل عارف عنتر شايل سيفه. اعمل اي حاجه ومحدش هيقول لك انت بتعمل ايه. قرر، يلا قرر. طب ايه العائق؟ ايه العائق؟ ما اعرفش ايه البطء الشديد في اتخاذ القرار. يبدو انهم اصطدموا بالواقع وما اصطدموش بالحقيقه. يبدو ان في، مش عارف يعني، في حاجات كتير قوي ما بتدارش بالشكل ده. قله الخبره برضو بالمنظومه الكرويه، لان انت كان لازم ايدك تطال فيها. لان انا شايف يعني محمد فضلي اول ما جه مسك ملف الاداره بتاعت الملاعب وحاجات زي كده، احمد عبد الله برده الملاعب. طب انت جايب حسام شاب ما شاء الله، يعني 31 سنه لسه، يعني لسه في مقتبل شبابه، هيمسك المسابقات. طب انت هتمسك مسابقات مجازفه شويه جدا جدا. العمليه مش عمليه يا جماعه، احنا بنحرق شبابنا. انت عايز تديله الخبرات، يشغله مع واحد خبير. طب انا هسال سؤال، هل اللي عاملين في لجنه المسابقات في اتحاد الكوره الاستاذ سيد بخيت عنده كام سنه؟ حاجه و70 سنه. يعني افنى عمره كله في المسابقات. طب سيد بخيت لما يجي يقعد قدام حسام ده، مين يدي تاني معلمه تعليمات؟ مين؟ انا حسام عنده 31 سنه وسيد بخيت عنده 72 سنه، يعني قده ثلاث مرات ولا مرتين ونص. هسمع منك ان انت لسه، اللي انت لسه يا دوبك بتقول الف ب اداره، وانا بقالي 50 سنه في الاداره، انت هتديني تعليمات؟ ولا انت لازم تكتسب خبره مني الاول؟ اختيار حسام، صح؟ تم اختيار حسام على اساس ايه؟ هو كان مساعد لمحمد فضل في تنظيم بس في مدير البطوله. طب مساعد معاه في البطوله في المسابقات؟ لا. طيب اذا في اداره الملاعب، في اداره البطوله، في اداره كذا كذا، لكن كمسابقه يا جماعه، انت عارف يعني ايه مسابقه؟ يعني انت لازم تكون اشتغلت في التربيه الرياضيه كويس قوي، لان تبادل وتوافيق، العمليه عمليه احتمالات، نظريه الاحتمالات، كل ده لازم تكون دارسه. ولازم نظري وعملي. انت عارف يعني ايه تعمل جدول؟ يعني الناس كلها تقول سهل جدا، الاهلي يلعب الزمالك وبعدين الاسماعيلي وبعدين الاتحاد وبعدين كذا. ما بتجيش كده، بتيجي نظريه تبادل وتوفيق بارقام طبعا، وارقام معينه. هل انت ماشي دارس؟ لكن عملي لسه ما يعني لازم تقعد سنه على الاقل، سنتين. ونتمنى له كل التوفيق طبعا، بس احنا يعني بنتكلم بشكل عملي. يعني بتكلم بشكل عملي. هل هيجي حد معاك خبير يشتغل معاك؟ طب ما كنت اولى انك انت في الاول تخش معاه وبعد كده تكتسب الخبره وهكذا. يعني احنا بنتمنى، لان طبعا اي عائق او اي مطب في الدوري هيعرقل المسيره كلها. فانا اتمنى ان يكون في جدول منتظم من اي تو زد، من اول مباراه، من اول صفاره حكم في اول مباراه لنهايه المباراه، معروف سلفا. معروف التوقفات ايه. فقال لك كمان هيبقى معروف بالساعه. طيب تمام، يعني الماتشات بالساعه بتاعتها. الماتش الساعه 7 يبقى هو الساعه 7، مش هتقدم وتاخر ساعه ومش عارف ايه وكلام. لا، معانا احنا في الملاعب في مصر صعب، ونظام الامن ونظام هيبقى صعب. هو ايه اللي كان موقف عامر حسين وكان موقفه وعينه ومخليه ما بينامش؟ ما عامر حسين خبير في المسابقات، عمليه الملاعب وعمليه الامن وعمليات كتير كان بيصطدم بيها. هل هو الموضوع اتحل خلاص بقى وردي كده، نظام الدنيا بقت حلوه وكويسه ومجرد ما تحط القلم النهارده 1-1، يعني انتهي في 31/12 مش عارف سنه كام ويخلص الدوري؟ لا، مش بالبساطه دي. مش انا شايف ان هي فيها لسه، هي نوع من المجازفه، نوع من التحدي. اتمنى ان هو يؤتي ثماره. يا استاذ محمد، ده ابسط حاجه لحد دلوقتي، الاحتفاليه اللي كانوا بيقولوا هيعملوها عشان يدوا النادي الاهلي الدوري، حاجه بسيطه جدا. هتحجز قاعه في فندق، تمام، زي ما هم قالوا كده يعني،
احجز القاعه في فندق وحدد الميعاد مع النادي الاهلي وروح سلم النادي الدرع. دي لوحدها ما اتعملتش يعني، ابسط حاجه في الدنيا ما اتعملتش. طب هو امتى عمل؟ فده شيء غير مبشر في الحقيقه. اه هو امتى كان اتحاد الكوره بيعمل الحفله للفايز بالدوري؟ هو المفروض ما يبقاش فيه حفله طبعا. هو المفروض كده ان انت تاخد الدوري تحتفل بيه في الملعب وكلام من المفروض. لكن قلنا عشان الظروف واللي حصل والتصريحات والكلام من بتاعه الاتحاد في التوقيت يعني. وقال لك هيبقى فيه حفله، المبرر احنا مش عارفينه ايه. بس في نفس الوقت حتى الحفله فين؟ لا ما فيش بقى يعني لحد دلوقتي الاهلي ما خدش الدرع بتاعه. ايه المبرر؟ هو طبعا يعني كل ده حاجه ما اقولهاش يا استاذ محمد، تاخير غير مبرر يعني. انا زي ما قلت لك ان كل واحد المفروض ياخد ملف ويشتغل عليه. هو لغايه دلوقتي لسه ما فيش ولا واحد خد ملفات؟ يعني حاجات عاديه اللي تم الاستقرار عليها، موضوع المدير الفني لغايه دلوقتي ما تمش حسمه من المنتخب. لسه في يعني حاجات كتير في الحقيقه، في حاجات كتير، ونتمنى ان هم يكونوا يلحقوا نفسهم باذن الله. وخصوصا ان هم يعني المفروض ان اجتماع يومي يعني عندهم، المفروض ان هم يبقوا مجتمعين كل يوم ويحددوا مطالب الانديه، على الاقل مطالب الانديه. انت لحد دلوقتي ما تعرفش دوري القسم الثاني كمان هيتسوق ولا لا لحد دلوقتي، لان ما فيش لائحه. انت الانديه اللي تحت بتاخد نسبه تسويق من انديه الدوري الممتاز، بتاخد 3%. يا جماعه هو مش انتقاد على قد منه تنبيه لاتحاد الكوره، ارشاد للاتحاد للمسؤولين للجنه الخماسيه، يا جماعه في ملفات كتيره جدا انتم متاخرين فيها، الاسباب ايه مش عارفين، احنا بنحاول نناقش الاسباب دي، لكن في ملفات كتيره جدا ما اتحسمتش لحد دلوقتي. اكيد يعني ده في ملف كمان مهم جدا، موضوع الجمعيه العموميه ده. موضوع الجمعيه العموميه في اجتماع لاعضاء الجمعيه العموميه قريبا يقال. هم حددوا، كانوا حددوا يوم الثلاث المفروض بكره، بس طبعا اجلوا. بهدف ايه الاجتماع؟ بص الهدف، هم كان في اجتماع قبل كده في نادي الاعلاميين وقالوا ان احنا مش معترفين باللجنه دي، لانها اللجنه دي جت نطت على الجمعيه العموميه وقادت على شرعيه الجمعيه العموميه. تمام. الجمعيه العموميه كانت بتطالب ان يجي اللجنه تشكل من الجمعيه العموميه، لان الجمعيه العموميه هي صاحبه القرار، هي صاحبه المنتج. النادي هو صاحب منتج كره القدم. الاتحاد معمول من الانديه، أكيد. مش الانديه معموله من الاتحاد طبعا. الاتحاد اتكون بناء على تصويت الأندية. من الانديه. فاذا هنا الانديه هو المتحكم، هو اللي معاه المفتاح. الجمعيه العموميه صاحبه القرار طبعا. الجمعيه العموميه لما لقت ان تم تجاهلها تماما وعرفوا باللجنه دي عن طريق السوشيال ميديا، فقعدوا يدعبسوا طب اللجنه دي جت ازاي. طبعا الجمعيه العموميه شكلت لجنه تتكلم باسمها، وهو مكونه من الاستاذ محمد طويله، نجوم المستقبل، يعني وهكذا. هم معترضين على اللجنه اللي موجوده دلوقتي في اتحاد الكوره. ليه؟ طب هل ده وقته؟ معلش بقى، ده برضه سؤال، لان احنا بنتكلم الهدف ايه في الاخير؟ يعني ايه وقته؟ مصلحه، ما جاي لحضرتك في كلام، ماشي، مصلحه الكره المصريه. احنا دلوقتي عايزين مصلحه الكره المصريه. تمام. الفيفا جابت لجنه، جت اللجنه موجوده تشتغل. هل انا هحاول اسقط اللجنه دي او احاول احارب اللجنه دي كاعضاء جمعيه عموميه دلوقتي؟ هل ده في مصلحه الكره المصريه؟ لا، كمصلحه الكره المصريه. طيب مش مصلحه الكره المصريه، ولكن هل من مصلحه الكره المصريه انك تجيب لجنه عن طريق انك تقول ان احنا منقوصي الاهليه؟ هل اتحاد الكره، ان الكره المصريه في حاجه، الحقونا، الحقوا الكره المصريه، الحقوا في فساد، الحقوا مش هينفع انتخابات، الحقوا طيب. عشان كذا كذا، يبقى انت بتشوه سمعه مصر لدى الفيفا وبتستنجد بالفيفا. وعشان طب ليه تعمل لجنه، ما كانش في تحرك من اعضاء الجمعيه العموميه قبل الاعلان عن تشكيل هذه اللجنه، خصوصا ان كان معروف ان هيبقى في لجنه هتشكل من قبل الفيفا وكلام من ده؟ لا. ليه ما كانش في تحرك؟ ما كانش في تحرك عشان كان محددين، معروف اللائحه بتقول ان بعد ما بيقدم اتحاد استقالته ويتبعوا استقاله المدير التنفيذي بيتعمل انتخابات في خلال 3 اشهر. تمام. هم عرضوا ان يتعمل اجتماع جمعيه عموميه. اذا هنا قبل اللجنه، قبل ما تشكل اللجنه، وقعدوا مع ثروت سويلم في اتحاد الكوره وحددوا حتى اليوم اللي هيتعمل فيه اللجنه عشان يتعمل انتخابات او تعديل اللائحه. ايهما اقرب، ثم اختاروا تعديل اللائحه، وهكذا مشوا في السكه دي، فوجئوا بتشكيل اللجنه. فاذا كده كده هم محددين ميعاد
عشان يقولوا. ما كانش في رد عليهم. ما كانش في لجنه بقى اتعملت. ما كانش في. بس كان في مدير تنفيذي. المدير التنفيذي تجاهل. طبقا للائحه المفروض يعدي اسبوع. فاكر لما قلت لك هيعدي اسبوع ومش هيختارهم؟ وفعلا ما اختارهمش. اذا اللائحه بتقول ايه؟ يبقى الجمعيه العموميه هي اللي هتعقد تدعو نفسها للجمعيه العموميه. ما ان دعت نفسها واختارت اليوم جمعيه العموميه حتى تم الاعلان عن اللجنه. طيب ماشي، لو اللجنه جت كويس او مفيش مشكله، بس انت عشان تفوجئ ان اللجنه جايه بالطريقه اللي انا قلت لك عليها دي، لا. وهل هنت عليك مصر؟ وهل هنت عليك اسم وسمعه مصر انها تيجي بالاستقواء وبالاستنجاد واستنجد الحقوا عايزين لجنه عشان كذا 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 كذا؟ لا، يبقى انت ايه؟ لازم توجه الرساله دي لشخص معين من الاخر. لاشخاص تسببوا في ان هم ان اسم مصر يهان عليهم ويبقى من ضمن 11 دوله في العالم يفرض عليها الوصاية. انت عارف يعني ايه يفرض عليها الوصاية الكرويه من الفيفا؟ يعني انت منكوس الاهليه. فدي مصر منكوس الاهليه؟ لا طبعا. مصر اللي عملت اعظم كاس امم افريقيه في تاريخ القاره الافريقيه اللي لسه منتهي من زي ايام منكوسه الاهليه. مصر اللي حصلت على ما يقرب من 300 جايزه ما بين الذهب والفضه والبرونز لسه في المغرب منكوسه الاهليه. لا طبعا، ده لازم يتم التحقيق في الموضوع ده اذا كان في عداله فعلا يعني. طيب نتكلم على بعض الامور الاخرى اللي بتخص اتحاد الكره. يعني مثلا اليوم السابع النهارده قال لك اتحاد الكره يعلن ملعب السوبر المصري بين الاهلي والزمالك خلال ايام. ليه دايما كل حاجه خلال ايام؟ ده سؤال. السؤال الثاني، تتوقع الملعب يكون ايه؟ اتوقعه برج العرب برضو. وانت ما تحسبها. بص، خلال ايام عشان في مفاوضات، خلال ايام عشان اشوف ردود الملاعب دي اللي انا هخاطبها. ردود الامن هيوافق ولا لا؟ ردود الامن هل هيوافق بجماهير ولا مش جماهير؟ طب احنا عارفين ميعاد الماتش المفروض كان متحدد قبل كده يوم 18، فدلوقتي بيقولوا بقى يوم 20 بس غير رسمي لحد دلوقتي. طب ما التحركات دي ما حصلتش من بدري ليه؟ ما في تحركات. احنا بنرجع لنفس النقطه في الاخر. بالظبط، نرجع لنفس النقطه. فهي هي هي المشكله برضو التاخير. اولا في حجز فنادق، في حجز ملاعب. طب عايز حضرتك سؤال سريع لان احنا لازم نختم دلوقتي. هل الجمهور هيعود بشكل طبيعي خلاص للملاعب بعد ما شفنا خلال الفتره اللي فاتت حضور جماهير مختلفه للمباريات سواء بطوله الامم الافريقيه كاس مصر اكتر من حدث يعني؟ اشك. تشك. يعني ممكن ماتش السوبر يتلعب من غير جمهور. والدوري ده رئيس اللجنه قال هيبقى من اول اسبوع بالجمهور. رئيس اللجنه قال كده. لا، انا اشك في الموضوع ده. اشك لان يعني لازم تكون على زي ما قال كتير. مش اول ما جم قالوا. نتمنى لهم ان شاء الله ان هم ينفذوا كل الوعود اللي قالوها من خلال التصريحات المختلفه لبعض اعضاء هذه اللجنه. وفي الحقيقه بنتمنى لهم يا رب كل التوفيق في اداره شؤون الكره المصريه بالشكل الانسب خلال الفتره اللي جايه، لان هدفنا كلنا واحد، ان الكره تتطور في مصر وان الامور تمشي بالشكل الطبيعي والمعتاد زي ما بنشوف في العالم كله في الحقيقه. يا استاذ محمد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. للاسف الوقت جري بسرعه، لسه عندنا كلام كتير، بس ان شاء الله فتره ثانيه او حلقه ثانيه نتكلم. شكرا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز اليوم الاستاذ محمد باهي الناقد الرياضي بالاهرام، واتكلمنا في ملفات عديده كالعاده. ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا. استنونا وحلقه جديده بكره ان شاء الله. الى اللقاء.